بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله، معكم مهندس بلال. اليوم إن شاء الله راح تكون بداية سلسلة جديدة من سلسلة البيم ترينينجز أو كورسات البيم. اليوم إن شاء الله راح تكون عندنا بداية سلسلة اللي هي راح نتكلم فيها عن الكواليتي كنترول، كواليتي اشورنس، موديل تشيكينج، موديل فاليديشن باستعمال بلاتفورم رائع جدا اللي هو اسمه البيم كولاب اند البيم كولاب زوم. هذا انت تابعين شركة كوبيوس. معكم مهندس بلال ان شاء الله، ونعتبر بروموتر من شركة بيم كولاب. راح نتكلم اكثر شيء او في الاغلب راح نتكلم على ما يسمى بالاوبن بيم، وراح نتكلم على البي سي اف البيم كولابوريتيف فورمات، وين راح تكون من الاشياء اللي هي الاساسية اللي راح نبني عليها ان شاء الله الكورس الخاص بينا. وراح نتكلم كذلك الاي اف سي الاندستري فاونديشن كلاسز فورمات. راح نتعرف على اشياء جميله جدا خلال الكورس هذا. راح يكون يعني اكثر شيء غالبا راح يكون الديزاين فيز. هذا ما يمنعش انه نحن نستعمل البلاتفورم في الكونستراكشن فيز، بس يعني غالبا راح يكون في الديزاين فيز. زي ما قلنا معكم مهندس بلال، راح نكون ان شاء الله معكم خلال فتره تقديم كورسات البيم كولاب بيم كولاب زوم. إذا عندكم أي سؤال أو أي شيء بفضلكم اكتبوا لي في الشات أو رسلوني على الإيميل. البيم كولاب زوم أو البيم كولاب it's an issue collaboration platform أكيد for building information modeling، مبنية أساسا أنها على أساس أنها تقبل أي شيء عنده علاقة بالـ IFC and الـ BCF open standards. انتم عارفين انه البي سي اف هو يعتبر بالتعبير البسيط يعتبر كسكرين شات او صوره حامله ايشوز which contain all the relevant informations. تسهل عمليه الكوميونيكيشن الخاصه بالبيم مودلز between all the team members. طيب البيم كولاب او البيم كولاب كلاود راح يسهل عملية الايشيو مانجمنت. الايشيو مانجمنت بصراحة نحن نعاني كبيم سبيشاليست او بيم اكسبرتس او حتى بيم مودلرز من ناحية الكوميونيكيشن اند الايشيو مانجمنت during the modeling or the design phase. طيب احنا قلنا انه بيم كولاب كلاود او بيم كولاب زوم او كامل البلاتفورم اللي عندها نفس الفانكشناليتي راح تسهل الى حد كبير الايشيو مانجمنت، وراح تعطينا structured way of خلينا نقول لتخزين او storing and sharing and solving issues. كذلك راح تكون عندنا البوسيبيليتي انه يكون عندنا خلينا نقول اوبشن انه نعمل history tracking in the beam development process، وهذا راح يخلينا نخلق شيء اسمه الايشيو log او ما يسمى ب the lessons learned during the beam validation and the beam checking. طيب كذلك البيم كولاب زوم تعتبر من البلاتفورمز اللي تابع البيم كولاب. اكيد البيم كولاب زوم خلينا نقول brings IFC models viewing and validation يعني حتكون fully integrated مع الـ issue management workflow. صراحة البيم كولاب زوم هي تعتبر من البلاتفورمز او التولز اللي نعتبر انا رائعة جدا اللي تخلي الديسكشن during the design phase او اللي تخلي الديزاين ريفيو meetings more يعني عندها more accurate more valuable، وراح تساعدنا انه نعمل analysis للداتا ونخلي نطلع الديزاين issues ونحضر او نقدر نلقى solutions عفوا، وتخلي النافيجيشن او الكوميونيكيشن بين all the team members سريعه جدا و very flexible. البيم كولاب زوم راح تكون عندنا اكيد ورشات خاصه به، راح تكون عندنا ورشات خاصه بالبيم كولاب لايف، راح تكون عندنا real case studies راح نشوف شو قادرين نعمل بهذه البلاتفورمز. طيب غالبا احنا شو البيربز اوف ذا بيم مودلز؟ غالبا هو راح يكون اكيد البيم مودلز عنده العديد من الفوائد والاشياء. من اشياء البيم مودلز انه تكون عندنا very fast generation of documents يعني طلع ال 2D drawings quantities
الكوانتيتيز، تقدر تعمل كوانتيتيز تيك اوف، تقدر تطلع سكشنز اليفيشنز وغيره، تقدر تعمل نفس الشيء ترانسفير اوف ذا ديزاين اند انجينيرنج انفورميشن، وهذا ما يسمى بالانفورميشن اكسشينج في الكومن داتا انفايرمنت. تقدر تعمل حتى you can share the information اللي هي خاصه او الانفورميشنز اللي خاصه بالموديل مع الكلاينت. تقدر تعمل alignment للديسيبلين، سواء كان structural، سواء كان architectural، سواء كان MEP، كامل كامل يعني اختصاصاته، سواء HVAC، سواء electricity او غيره. كذلك البي موديل نقدر نطلع منه schedules، نقدر نطلع منه quantities، نقدر نطلع منه اشياء يعني بسرعه يعني خياليه خلينا نقول، ونقدر نعمل حتى framework of prefabrication. framework of prefabrication وين راح يساعدنا بعد في supply chain، راح نحكي عليها من بعد ان شاء الله. حتكون عندنا الفرصه انه نتكلم، او راح يكون عندنا الفرصه انه بالبيم مودلز انه راح نكون مور انتجريتد ان انفولفد في ما يسمى بالانجينيرنج اند ديزاين اوتوميشن، نعمل حتى السايت بلاننج اند كونستراكشن بلاننج اند اكسترا. وراح نوصل اكيد اذا عرفنا كيف نستغل البيم مودل بما يسمى بالديجيتال توين. طيب الشيء الثاني انه في الموديل فاليديشن، او قبل ما نعمل موديل عفوا فاليديشن، اهم شيء انه لازم نفهم الموديل. We have to understand the model. لازم نفهم الموديل، لازم نطلع الايشوز، لانه غالبا اذا احنا ما عملناش او ما فهمناش الموديل، اذا ما فهمناش خلينا نقول الايشوز اللي تطلع بالموديل during the quality control or during the quality assurance process، مش راح نقدر نعمل validation. quality control and quality assurance هي تعتبر من الاشياء او من العوامل الرئيسية جدا مشان نفهم الموديل، مشان نطلع كامل الاخطاء اللي قادرة تأثر بعد على ال construction phase. ك lead appointed party ك contractor ممكن راح يتأثر، وهذا قادر ادي بنا الى waste of time and waste of money and extra cost and انتم عارفين القصة بالكامل. طيب المودلز اند موديل كواليتي، غالبا احنا في الماركت خلينا نقول راح يكون عندنا شيء ما يسمى بالمودل فيور. المودل فيور هذا غالبا يكون متاح لكامل الناس، لكامل الاطراف، all the project stakeholders، يكون عندهم البوسيبيليتي انه يشيكوا على الاي اف سي. على سبيل المثال اذا كان تطبيق مثلا عنده علاقه ب الأمور العقارية أو ما يسمى بالريل استيت ديفلوبمنت، أو حتى اللي عنده علاقة بالبلديات المنسيباليتيز، يكون عنده يكون فيه موديل فيور انتجريتد موديل فيور فري، وين يقدر الكلاينت أور ذا اند يوزر يقدر يشيك للاي اف سي موديل فري. كل ما تقدمنا نشوف إنه حتكون عندنا بروبرتي فاليديشن، كل ما تقدمنا أو مشينا ليفل أعلى راح نلقى more options اللي تخلينا نعمل ما يسمى بالvalidation. الvalidation أكيد حتكون مسبوقة مسبوقة أكيد بالchecking، وعنا بعد platforms أو softwares اللي تعمل لنا flash detection، زي ما نعرف أكيد Navisworks، زي ما موجود عنا Trimble Connect، عنا كذلك نقدر نعمل flash detection بيم كولاب زوم، وراح نشوفها مع بعض إن شاء الله. وعنا أكيد advanced checking اللي نستعمل فيها Solibri، اكيد it's more advanced. زي ما شايفين انه الموديل فيور، الشريحه اللي تستعمل موديل فيور هي اكبر من الشريحه اللي تستعمل optional property validation. وكل ما قدمنا وزدنا خلينا نقول طلعنا المستويات اعلى في الموديل فاليديشن، اكيد الفئه اللي تستغل الاوبشن او الفيتشرز اللي موجوده في البلاتفورم راح تقل بطبيعه الحال. اذا حبينا نقسم هاتي اليوزر بيس او التقسيمات او الشكل الهرمي هذا على طبيعه اليوزر او طبيعه ستيك هولدر، راح نشوف باللي all the stakeholders زي ما نقول احنا الكلاينت، سبلاير، سب كونتراكتر، سب كونسلتنت، كونسلتنت، كونتراكترز، جنرال كونتراكتر، راح تكون عندهم الكامل الاكسس انه يشوفوا الموديل. يعني راح تكون عندهم possibility انه يكون عندهم فري موديل فيور، وحيكون عندهم كذلك و
طيب حتكون عندهم البوسيبيليتي انه يشوفوا الموديل بيستعمل فري فيور، موديل فيور. اذا تقدمنا شوي زي ما شايفين المودلرز، المودلرز بطبيعه الحال راح تكون عندهم بوسيبيليتي باش يعملوا بروبرتي فاليديشن. اكيد المودلر راح يكونوا اكثر تخصص من اول ستيك هولدرز. اذا شفتوا انه صوت واطي خبروني من فضلكم، لانه مش عارف مرات الواحد طيب المودلرز زي ما قلنا حتكون عندهم مور اوبشنز فيما يتعلق بحكايه الموديل، خلينا نقول بروبرتي فاليديشن او الموديل فاليديشن. وكل ما تقدمنا زي ما شايفين التيم ليدر راح تكون عنده البوسيبيليتي انه يعمل كلاس ديتكشن. يعني المودلرز مش هم اللي حيعملوا كلاس ديتكشن بطبيعه الحال، لانه اذا حبينا نعمل a proper structure or خلينا نقول إذا حبينا نقسم الأدوار في small beam department the ideal زي ما شايفين إنه راح يكون المودلر فوق منه team leader اللي عنده مهام تقرير أسابيع مثال تعطيه tasks you assign him to do خلينا نقول clash detection exercises. والbeam coordinator هي حيكون عنده role أكيد more advanced باستعمال السوليبري باستعمال more advanced tools beam collab solibri etc. خلينا نشوف الجراف الصغير هذا قدم شوي. زي ما شايفين الموديل فيور والبروبرتي فاليديشن كلاش ديتكشن والادفانسد تشيكن كامله تشتغل بموضوع واحد اللي هو اكيد البي سي اف. ونقدر شيء جميل في البيم كولاب اند بيم كولاب زوم انه نقدر نستعملهم في كامل الاطوار. خلينا نشوف الجراف الثاني. زي ما شايفين اكيد في موديل فيور فري فور بيم كولاب زوم، في موديل ابلود، في نوليدج شيرنج باي يوزين ذا بيم كولاب كلاود راح اشوفها مع بعض اكيد، وفي الكوميونيكيتيف انه احد شير كامل الايشوز مع اول ذا تيم بروجكت تيم ممبرز. واذا حبينا نشوف شو الستراكتر اوف خلينا نقول يس ثواني بس الستراكتر اللي هو اللي نمشي به في بيم كولاب زوم هو يتم اساسا على ثلاثه نقاط، اللي هي اول شيء عشان تعمل فاليديشن يوزن ايشيو مانجمنت لازم يو هاف تو سيت مايلستونز فور ذا ايشوز. راح نشوف مع بعض شو هما المايلستونز. وبعد ما تعمل المايلستونز لازم تعين التيم عشان كل واحد راح تكون عنده assignment خاص به يعني to get the issue solved، يعني كل واحد يكون متخصص انه يحل المشكل. وهذا اكيد راح نتكلم في من ننساش انه نحن نتكلم على الديزاين فيز. وكذلك راح تكون في documentation and coordination changes between all the team members، يعني اي شيء عنده علاقه بالبيم بالبيم models. طيب زي ما شايفين هذا من السوفت ويرز اكيد اذا بدينا بستارت مايلستونز واند مايلستونز اذا حاطينها كستاندرد ان وان تو اونلي مايلستونز زي ما شايفين انه غالبا الكولابوريشن او ما بين all the three disciplines راح تتم اكيد بالاي اف سي. حنوصل من بعد اكيد الفيدريتد موديل كامل الثري اي اف سيز اكيد راح نجمعهم ونعملهم كفيدريتد موديل في البيم كولاب زوم او البيم كلاود. يعني اذا كان مشينا بالبرنسيب انه وي هاف تو ريبورت اند اساين ايشوز مع all the team members. كذلك بعد ما نعمل الريفيجنز اكيد راح يروح كل واحد عنده التخصص الخاص به. زي ما شايفين وي هاف ديفرنت بلاتفورم زي الاركيكاد، عندنا تيكلا وعندنا ريفيت كام اي بي، لانه كامل اكيد مبدانا انه حنشتغل بموضوع الاي اف سي الكومن لانجويج بيننا وبين بعض هي الاي اف سي. وهذا اكيد ما يسمى ب حطينا البوسيبيليتي انه نروح لبعيد في موضوع الاوبن بي مثلا. That means obviously yes. يعني IFC models فقط نعم. Beam collab and وش قلنا هي communicate resolve issues. بعد ما كل ما تقدمنا راح أكيد we validate the revisions when we نوصل end of each milestones. وأكيد كل واحد رح يكون عنده the issue solved وعلى أساسها ينطلق كل واحد يخلص. وبهذا نكون عملنا close the issues. رح نشوف the process مع بعض في live case study. وبطبيعه الحال حتكون very high coordinated or coordinated يعني process وين حتكون more accurate more than the normal or the classic process اكيد بطبيعه الحال. طيب غالبا نحن يعني اذا
واكيد احنا مرينا بالشيء هذا، وخصوصا ليش انا اكدت على موضوع structured process. غالبا لما نبدا لما نبدا عفوا الديزاين بروسيس راح يكون عندنا شيء يسمى بستارت اند ديليفر. غالبا اذا بدينا موضوع الموديلنج وخلصنا الموديلنج، when we validate the model راح اشوف انه نسبة الايشوز راح تكون كبيرة جدا زي ما شايفين، راح تكون كبيرة جدا. فقط نسبة الصح خلينا نقول عندها نسبة ضئيلة جدا 30%. بس اذا مشينا بالبرنسيب الثاني اللي هو for each milestone، اذا قسمنا نحن milestones، واكيد هذا راح يذكركم بشيء معين. خلينا بس نمشي شوية وراح تشوفوا باللي validating as you go خلينا نقول gives you more room control. زي ما شايفين على سبيل المثال اذا عينت مايلستونز، المايلستون الاول راح تعمل فاليديشن للموديل في المايلستون الاول فقط، حيكون عندك مور كنترول على الكواليتي كل مايلستون. كل ما مشيت راح تشوف باللي الايشوز راح يخف عليك، يعني راح ينقص عدد الايشوز، وديليفربل راح تكون مور كلين اند بروبر. وزي ما شايفين كل ما مشينا وعملنا مايلستونز راح نحس انه الموديل before we deliver the model راح تكون عندنا زي ما نقول internal process اللي تخلينا نعمل validation للموديل حتى we deliver it in a proper way، احسن من الكلاسيك method او الكلاسيك workflow. زي ما شايفين هذا فعليا typically ينطبق على ما يسمى بالagile agile in beam modeling او in the beam in general في الديزاين phase. انه اذا عملنا مثلا اكيد انتم حضرتوا كورسات الاجايل وبروجكت مانجمنت والبيم ان والاجايل ان بيلدينج انفورميشن موديلنج، اذا عملنا نحن مايلستونز وعملنا على اشكال سبرينتس وعملنا مثلا كل سبرينت عنده مده معينه تمام، وفي خلال هذه تصير فيه موديل فاليديشن سواء مع التيم او مع الكلاينت ليش لا، وكل ما تقدمنا راح نوصل كواليتي احسن واحسن من اللي قبلها. وعلى ذلك لذلك إذا وصلنا إلى مرحلة الدليفري حيكون عندنا clean and proper model somehow خالي تماما من الايشوز أو المشاكل اللي راح تأثر علينا في مرحلة الـ construction phase. طيب عندنا الـ Beam Club Zoom أو نعم Beam Club Zoom الفري اللي هو حي أكيد ميلي حيتعامل بالموضوع الـ IFC files، حتكون عندك possibility تعمل federated Model and Sharing, Smart Views Creation. حنحكي على Smart Views رائعة جدا. الشباب اللي حضروا معنا في موضوع الـ Trimble Connect Courses، Smart Views هي ما يقابلها بالـ Organizer في Trimble Connect. كذلك راح نشوف الـ Dimensions, الـ Arrows, الـ Cut Plan, etc. etc. والـ Beam Club Zoom Pro هو More Advanced على الـ Beam Club Free اللي تقدر تعمل به Clash Detection، تقدر تعمل به أشياء جميلة ورائعة وراح نشوفها مع بعض إن شاء الله. طيب خلصنا البارت اللي هو الثيوري، خلينا نروح نشوف التطبيق شوي. تمام بس طيب زي ما شايفين شايفين السكرين مهندس عمر؟ أظن واضح سؤال. أوكي ممتاز واضح مهندس ممتاز. زي ما شايفين تقدروا تشوفوا أو تقدروا can get access to the Beam Club أو بس للبيم كولاب ويب سايت، راح أشير معكم اللينك شات تدخلوا تحملوا ما يسمى بالبي سي اف، موجود عندكم اللينك على الشات. تمام زي ما شايفين عندنا البيم كولاب زوم، تقدر تحمل بيم كولاب زوم، تقدر تشوف هو يسموه بي سي اف فيور، ميلي بي سي اف فيور للسوليبري نافيس ووركس الكاد، هذا اتش في يعني فيور. راح نشوف كيف تستعملوا بعد في ان شاء الله في برنامج الريفت، وممكن اذا كانت عن الفرصه نشوفه في موضوع او في برنامج التكلا. بي سي اف اتس بيم كولابوريشن فورمات، راح نحكي عليها ما بعد. يعني
during the exercise او during ال explanation للبلاتفورم. راح نشرح لكم ان شاء الله مهندس اسامه وكمان اهل البي سي اف. It's part of open beam standards. خلينا نقول it's the baby or the child of parts of IFC and open beam standards. وراح نحكي لها بالتفصيل ان شاء الله. هي المختصر المفيد هي سكرين شوت عليها ملاحظات ترسلها من الديزاين الى باقي التيم ممبرز مشان يصلحوا المشاكل اللي عندهم في الموديل. راح تفهمني اكثر كل ما تقدم لنا ان شاء الله في الكورس. طيب عندكم زي ما شايفين هذا موقع البيم كولاب، تقدر تشوف يعني فيه كورسات، تقدر تشوف سمول خلينا نقول تيتوريالز تحكي لكم على ايش معناها البيم كولاب، ايش معناها الايشيو مانجمنت، ايش معناها الموديل فاليديشن اتسترا. تقدر تعمل لوجين، تحمل حتى عندك possibility انك تبدا ب فيرجن فري. عندكم على ما اظن الى حد مشروع واحد اور انليميتد بروجكتس. زي ما شايفين انه بيم كولاب متعامله مع شركات كبيره جدا زي سكانسكا، ممكن مرت عليكم ايكوم، تمام. وحتشوفوا اشياء كثير تتكلم على البلاتفورم. اوضحوا اكثر، شوفوا زي ما قلت لكم سمول فيديوز شو قادر يعمل هذا البلاتفورم. واحنا ان شاء الله راح نتكلم ونشرح الموضوع لغه بسيطه ان شاء الله، وين تسهل علينا عمليه الكواليتي كنترول الموديل فاليديشن اند تشيكينج. زي ما شايفين البرايسنج، حتشوف كامل البرايسنج. عندكم حتى الادوكيشنال فيرجن للشباب اللي حابين مثلا عندهم معاهد وكذا، يقدر ياخذ الاوثرايزيشن من عندهم ويدرس البلاتفورم. بمجرد ما تعمل حساب اكيد تدخل وتعمل ستارت ترايل، ستارت فري، كريت اكونت، راح يدخلك او ياخذك على الحساب الخاص بك، يعني سواء كان حساب شخصي او حساب خاص بشركتك، تمام. هو غالبا راح يعطيك اول ما تفتح انت البلاتفورم حتكون هذه فاضيه، وحتشوف يعني انه يوزر انترفيس بسيط في بدايه الامر. زي ما شايفين ماي بروجكتس عندي 4 مشاريع لحد الساعه، يعني ما زال ما دخلتش الباقي، بس راح اشوف مع بعض كيف ندخل مشروع جديد. نمشي واحده واحده مع بعض. زي ما شايفين عندكم هنا اللي هي السيتنجز، زي ما تشوف الادمنستريشن، جيتنج ستارتد، المسجز، سبورت، ماي اكونت اللي هو يحكي لك على ايش عندك، اللايسنس كذا، هل انت الرول تاعك شو، ادمنستريتور اور نورمال يوزر. زي ما يقول لك زوم لايسنس نو، لاني مانيش عامل لها اكتيفيشن، راح اعمل لها اكتيفيشن ان شاء الله خلال الكورس الثاني حتشوفوها عندي ان شاء الله. يعني يقول لك شو صلاحيات الادمنستريتور، هو كان كرييت بروجكتس، يقول لك نعم. كان كرييت ان اكتيفيت يوزر، يقول لك نعم، لانه بطبيعه الحال انك ادمنستريتور راح تكون عندك صلاحيات كبيره عن اليوزر العادي. تخير تختار اللانجويج من عندك، وتختار الاوتوماتيك نوتيفيكيشنز اللي راح تجيك على راح تجيك على الايميل، تمام. توصل لك نوتيفيكيشن، هو غالبا يطلب عليك ايميلك الشخصي او ايميل الشركه اللي يكون هو ذا مين، خلينا نقول المين اكونت. خلينا نرجع ل يعني خلينا نقول صفحه المشاريع. زي ما شايفين الامر بسيط جدا، نبدا من اليمين الى الشمال. زي ما شايفين شو ليست فيو، سواء تحبوها تكون تايلز او ليستد فيو. زي ما شايفين حتختلف شويه اليوزر انترفيس على حسب كل واحد فيكم شو يختار. يعني عندك نقطه ثانيه اللي هتكون شو تايل فيو، حتكون زي التايل فيو. زي ما شايفين الفرق البسيط انه المشاريع وين انت عامل ايشوز او مكريت الايشوز راح تشوف فيكم يعطيك سمول داشبورد، يعني رائع وجميل، يعني تخليك تعمل مور كنترول على الموضوع الايشوز اللي عندك. راح نمشي شوي شوي مهندس اسامه راح تعرف من اهل بي سي اف. على سبيل المثال شوف يقول لك تو امبورت بي سي اف فايل وذ ايشوز، راح اشوف ايش معناها امبورت واكسبورت بي سي اف، وقادر تعمل بي سي اف يعني مستقبلا. طيب اوكي، طيب نرجع للتايل. عندك هذه اللي هي شو جرافس. شو جرافس بصراحه يعني اتس بروجكت جرافس بصراحه اللي تعطيك رؤيه جرافيكلي عن الايشوز اللي موجوده. زي ما شايفين بصراحه الاشياء هذه جميله جدا، يعني تعطيك جانب من الاحترافيه لما تقدم، تكون عندك سمول برزنتيشن يعني للتوب مانجمنت، تحكي لهم على الايشوز، يعني تشرح لهم. بمجرد ما تفتح هذه حتعطي انطباع جميل على
انك يعني فعلا تشتغل ان بروفيشنال واي، زي ما شايفين انه هذا داشبورد تقدر تعدل فيه، تعمل جرافس ما يسمى سيتنجز، تحب تعمل الجايد لاينز على سبيل المثال، زي ما شايفين هذم الجايد لاينز على سبيل المثال، راح تعمل تعملهم اكتيفيشن وتعمل اوكي، راح ينشالوا الجايد لاينز زي ما شايفين، يعني تعديلات بسيطة اللي انت عندك كامل الحرية المطلقة وتعدل في الجرافس. هو عندك تو اوبشنز، هو يعتبر بلوجين ويعتبر برنامج منفصل، يعني هو عندك الكلاود او الويب براوزر اللي هو شايفه. سؤال المهندس وش يقول، هل هو برنامج منفصل او يعتبر بلوجين؟ هو البوث، حنشوفوها مع بعض، يعني راح اجاوبك على السؤال، انا ماشي له يعني سلولي سلولي. عندك الويب براوزر اللي هو العادي، تفتح البيم كولاب، يعتبر بيم كولاب كلاود، تمام. وعندك البيم كولاب زوم اللي هو زي ما شايفين هذا، اللي هو يعتبر ك، انا بصراحة مشير فقط، خلينا نشير الانتاير سكرين، شوفوا كامل السكرين اللي عندي، بس نظن الحين تشوفوا كامل السكرين. زي ما قلنا هذا البيم كولاب كلاود اللي كنا نحكي عليه من شوية، وعندنا البيم كولاب زوم اللي يعتبر ابليكيشن منفصل، مش عارف هل طلعت عندكم او لا، راح تشوفوا تمام. هذا البيم كولاب زوم، تمام، يعتبر ابلكيشن منفصل. وعندك في الريفت لوجين زي ما شايفين، ثواني بس يفتح، اللي هو زي ما شايفين من فوق هذه بيم كولاب. لما تفتح البيم كولاب راح يكون عندك ما يسمى بالبي سي اف مانجر. هذا البي سي اف مانجر احنا حكينا اول الكورس انه تقدر تحمله من المكان هذا اللي هو موجود في وين موجود في داونلودز، تمام. لما تحمله سواء على حسب البرنامج اللي انت تستخدم، يعني بي سي اف مانجر، وهذا راح يتسطب مباشرة وينزل عندك في الريفت بالشكل هذا، تمام. راح اشوف ستيب باي ستيب يعني من سباق الاحداث. وش قلنا؟ قلنا في البيم كولاب كلاود بلاتفورم زي ما شايفين عندكم 3 اوبشنز، اللي هي الجراف، اللي هي تايل فيو اند ليست فيو، وعندك البوسيبيليتي انك تشتغل وتعدل على نعم في تكلة، في تكلة باشمهندس أسامة، موجود تكلة زي ما شايف، هاوليك تكلة وينو أنا كنت شايف تكلة من شوية، هذا هاوليك باشمهندس شفته، تقدر تعمله انتجريشن مع تكلة أكيد. نعم طيب نرجع، قلنا خلينا نخلص بس موضوع الجراف. أنتم زي ما شايفين يعني أنتم تعمل حتى تقدر تعرض الاوبشن اللي تختاره، مثلا الايشيو بير تايب، اذا حبيت تشوف الايشيو بير تايب تعمل اكتيفيشن هنا، اذا حب مش حاب تشوف بير بريوريتي بير ستاتوس تقدر تعملها ديزيبل من المكان هذا، وهكذا دواليك. طيب اذا حبينا نعمل مشروع جديد، الامر بسيط جدا، ندخل الايقون هذا اللي هو اسمه نيو بروجكت، ونعمل نيو بروجكت. بمجرد ما تعمل نيو بروجكت راح تشوف انه يطلع لك سمول، خلينا نقول داشبورد او صفحه جديده تعبي فيها المعلومات الخاصه بالمشروع الجديد. على سبيل المثال عن المشروع هذا نسميه سنو تاور، عفوا هذا المشروع نسميه على سبيل المثال سنو تاور، على سبيل الديسكريبشن تكتب على سبيل المثال تاور with two basement plus ground plus 6 parkings or podiums. Plus 755 floors plus snow park. ضرب مثال فقط. اوكي ممتاز. الستارتنج ديت، خلينا نقول الستارتنج ديت اتس، فرضا حيبدا المشروع ديزاين او ممكن يبدا اوغست فيرست، يخلص على سبيل المثال ديزاين 22، يخلص خصوصا اذا كان بيم بروجكت، يعني اكيد راح يطول معنا البروسيس. اذا بدا في اوغست
نعطيه مثلا إلى حد مثلا ديسمبر، مجرد مثال فقط، أو آخر ديسمبر. تحمل إيميج خاصة بالمشروع، تروح البراوز، تنزل المكان هذا، تعمل براوز زي ما شايفين، تعمل don't allow administrators to access project، وهذا لا يعني قد يكون عندك كذا administrator في المشروع، لازم تخلي دائما administrators عندهم access للمشروع. تمام، عندك الديبارتمنت، تختار الديبارتمنت، نوت ساتيات، راح ندخل الديبارتمنت في السيتنجز من بعد، راح اشوفها كيف نعمل، لانه قادر يكون انجينيرنج ديبارتمنت، قادر يكون على سبيل الاستراكشرال ديبارتمنت، على حسب، اشوفها من بعد. الورك فلو، البروجكت اونر راح نسميه بلال. Issue can be closed by everybody or project leaders only or project leaders and creator of issues. راح نقول project leaders and creator of issues. مثلا كاين الفيلد اللي يطلعوا لك من بعد لما تكريت الايشيو، راح نشوفها من بعد. هذا احنا نعمله مبدئيا فقط، نعبيه مبدئيا وراح نرجع له من بعد during the project، يعني the model validation، راح نشوف وش قادر نضيف وش قادر نشيل من المكان هذا. على سبيل المثال copy settings، يقول لك copy settings from projects، لا راح نقول copy nothing، لانه اذا كان انت عامل projects already او معتمد template خاصه بشركه يعني شركتك الخاصه بك، يعني حيكون عندك اكيد template معين. اذا حبيت تعمل copy paste للtemplate، تعمل copy paste، تقول copy the template، حيقول لك حرفيا وش عندك في المشروع هذا، او you do يعني you copy nothing، وتشوف يعني وش عندك البوسيبيليتيز اللي موجوده الثانيه، وعندك تعمل create. بمجرد ما تعمل create upgrade، هي معناها ضيف اليوزرز. تمام، تحب تضيف يوزرز، اذا عندك مثلا 10 تحب تضيف 20 30 40 اتسترا، زي ما شايفين. بمجرد ما نعمل create حيدخلني على داشبورد الخاص بالمشروع. نعم، تقريبا زي الريفيت. هو اوكي، هو مسمى تمبلت، بس غالبا راح يكون عندك في، خلينا نقول في الموديل تشيكن اند في الموديل فاليديشن. السؤال المهندس اسامه وش يقول، هل تمبلت يعني هي شبيهه بتمبلت الريفيت واعملها لاي مشروع جديد مثلا؟ لا، الواحد على حسب، يعني التمبلت اللي موجوده في البيم كولاب هي على حسب الستيجز اللي عندك. فرضا انت مقسم المشروع الى 3 ستيجز فقط، مثلا حاطط السكيماتيك ديزاين، ديزاين ديتيل ديزاين، عندك 2 ستيجز على سبيل المثال. في بعض المشاريع انك حتبداها من خلينا نقول سكتش، في بعض المشاريع راح تكمل حتى لي الكونستراكشن ديزاين، وين حيدخل معك الكونتراكتور. كل مشروع عنده تمبلت، يعني انت لما تكريت مشروع جديد راح يكون عندك كذا تمبلت، مثلا تمبلت في المشروع A، تمبلت في المشروع B، تمبلت في المشروع C، وعندك الموديل تمبلت اللي هي فيكست تمبلت، تحب تستعملها زي ما هي بعد، which is يعني التمبلت المعروف، البروسيس معروف في ديزاين فيز، او عندك جزئيه فقط صغيره في المشروع تحب تاخذ مثلا خلينا نقول سكيماتيك ديزاين فقط، حيكون عندك مايلستون واحد تنقل التمبلت هذه. فهمت علي ولا؟ بس هي نفس مبدا شو اسمها، زي نفس مبدا الريفيت تمبلت تقريبا يعني. طيب زي ما شايفين احنا كريتنا المشروع. اول شيء شوفوا معلومات المشروع، ديوريشن كان كلوز باي ليدرز بلا بلا، اوبن ايشوز، عندي زيرو ايشو في المشروع زي ما شايفين. عندك البروجكت اونر هو دي دي، الانتجريشن وش معنى الانتجريشن بعد احنا نحكي عليها، والتيم ممبرز اللي هي وان تيم ممبر. طيب عندي بس تيم ممبر واحد، اذا حبيت ندخل دخل مثلا تيم ممبرز او نضيف ناس للمشروع، بطبيعه الحال نعمل من البلاس هذا زي ما شايفين. خلينا نرجع، عندك اول شيء عندك كذا شغله تعملها، يعني حتعمل بعض الكستمايزيشن قبل ما تفتح المشروع. ايش نعمل؟ فرضا عندك تحب تبدا بالمايلستونز، الارياز، الليبلز، تايبس اتسترا اللي شفناها من الاول لما دخلنا على البروجكت كرييشن. حتشوف بلي في اشياء هنا راح تضيفها راح تشيلها، ومن هنا تبدا تعمل التمبلت زي ما حكينا مهندس اسامه. زي ما تشوف نبدا اول شيء بابسط شيء اللي هو اد تيم ممبر، تكتب select user، أو تقدر تعمل مثلا دخل مثلا شو اسمه، قولوا معي دخل في انهي مرحله، او قادر يكون electrical، قادر يكون ميكانيكال، قادر يكون quantity surveyor، قادر يكون editor زي ما حكينا، وقادر يكون
ريفيور فيور اور بروجكت ليدر اللي هم عندهم الحق انهم يكريتوا خلينا نقول الايشوز تمام ويقدروا يعملوا الايشوز اذا كان كلوز ايشوز اولسو. طيب وعندنا شيء ثاني عندنا خلينا نقول signable allowed to import BCF files from other projects. وعندك الشغلة الثانية هي has zoom edit rights. بعدها حشوف في smart views وفي clash rules هل هم عندهم الحق انهم يدخلوا في smart views او organizer اللي حنحكي عليهم بعد بالتفصيل. طيب في شغلة ثانية اللي هي خلينا نقول لكم طيب مثلا ما حكيناش على الزوم او كم يكلف الزوم وغيره على سبيل المثال. احنا نرجع من بعد عشان ما ندوهكم. بس طيب هذا فيما يخص شو اسمه. اوكي خلينا نشوف الماي سيتنجز ايش عندنا. ثواني بس. اوكي تمام. طيب رجعنا الاول داشبورد عفوا ثواني بس. اوكي ممتاز. احنا نرجع للتيم ممبرز هذه ثواني بس. عندنا شيء اسمه المايل ستونز زي ما حكينا اخر مره انه او في بدايه المشروع حيكون عندك كذا مايل ستون. كذا مايل ستون انه على سبيل المثال احنا شايفين باللي اول مايل ستون اللي هو الفيري بيسك الديزاين هم مسميه ديزاين فيز على طبيعة الحال. احنا ورش نعمل راح نسميه اول مايلستون اللي هو سكيماتيك ديزاين على سبيل المثال. سكيماتيك ديزاين تعمل ستارتنج ديت حيكون سكيماتيك ديزاين عفوا ستارتنج ديت تكون في اوغست 1 طبيعة الحال. سكيماتيك ديزاين راح تخلص في اوغست يعني 31 تعمل كرييت. اوكي صار عندنا سكيماتيك ديزاين. بعد جينا هنا اوكي ستارتنج ديت راح تكون جولاي اوغست سبتمبر فيرست راح تخلص مثلا في سبتمبر او اكتوبر 15 مجرد مثال يعني كرييت. اوكي نجيل هذه نشيل ديزاين فيز ونخلي بس تو ستيجز يعني مجرد مثال فقط. يعني انا عملت تو مايلستونز راح نفهم شو استعمالات المايلستونز من بعد في الارياز. مش عندنا الارياز عندنا الموديل نو وي ديليت نو دونت ديليت روح المودلز. الموديل عندنا مثلا تقدر تسميه ديزاين موديل يكون عندنا اكيد الديزاين موديل اريا ايش راح يكون اونر لا ضروري كرييت ديزاين موديل وراح تعمل الموديل الثاني اللي هو الكونستراكشن construction model. اوكي طيب راح يكون عندنا design model construction model راح نفهم بعد شيء هو شيل هذا. والليبل راح تكون عندنا راح يكون الايشيو اما يكون architectural اما يكون electrical اما يكون mechanical قادر يكون specification قادر يكون structure قادر يكون technology قادر اضيف مثلا شيء ثاني اللي هو راح يكون property على سبيل المثال. create قادر يكون مثلا شيء ثاني مثلا قادر يكون الايشيو قادر يكون property قادر يكون dimensions مجرد مثال فقط. احنا نعطي مثال عندنا سؤال وش يقول dimensions ولا annotations. اوكي هذا من الليبلز. عندك التايبس مش عندنا في التايبس. اوكي كوردينيشن على سبيل المثال الليبل راح يكون كوردينيشن نضيف كوردينيشن ممتاز. التايبس مش راح يكون تايب اوف ذا ايشيو الكرييتد ايشيو قد يكون كلاش فولت انكويري ايشيو قد يكون ريمارك قد يكون ريكويست قد يكون على سبيل المثال قد يكون فاينل warning على سبيل المثال مجرد مثال فقط تمام. على سبيل المثال فقط البريوريتي اكيد معروف هذه يكون critical major normal minor on hold هذه على حسب يعني اولوية الايشيو اللي حتعمله. عندك الجروبس construction management عندك الكوردينيشن electrical engineers
ميكانيكال ايج كوانتيتي سيرفيرز، تقدر تعمل حتى الاركيتكتورال تيم. تمام، وتصير تدخل انت التيم على حسب على حسب حاجاتك او حسب المشروع. زي ما شايفين الكاستم فيلد اللي يكون مثلا تقدر تكتب على سبيل المثال سبلاير، او تكتب مثلا ريسبونسيبل بارتي، ريسبونسيبل بارتي على سبيل المثال، عفوا بارتي. اوكي، تقدر تكتب سيف على سبيل المثال. يعني تقدر تضيف فيل ثاني تسميه سبلاير، تقدر تسميه مثلا فابريكيتر اتسترا، وراح نشوف ايش معناها كاستم اند اتسترا. بمجرد ما تخلص عندك الكامل الكاستمايزيشن اللي عملت. هذا يعتبر تامبلت على سبيل المثال، تمام، خاص بالمشروع هذا اللي هو ذا سنو، اللي هو ذا سنو تاور. اذا كريت انت مشروع سادس او سابع، شوف انت هل هذه التامبلت تمشي معك في المشروع الجديد او لا، على حسب البريوريتي، على حسب التايبس، على حسب الليبلز. ممكن انت مكلف او في الكونتراكت الخاص بك يقولوا لك فقط طلع الاركيتكتشرال ايشوز فقط، يعني هذا مثالي مش ضروري، يعني انت متخصص فقط في الاركيتكتشرال ايشوز. مثال بروبرتي خاصه بباب مثلا مش واضحه، الفاير فايتنج خاصه بباب مش واضحه، يعني عندك الفول سيلينج مش صح كذا، اي شيء عنده علاقه بالاركيتكتشر او حتى بالفينيشينج او اي شيء عنده علاقه زي ما قلنا اركيتكتشر انت متخصص فيه، يعني حيكون عندك في الليبلز مش ضروري تدخل الميكانيكال، مش ضروري تدخل الستراكتور اتترا. في البريوريتي انت مثلا في سياسه الشركه عندك ما عندك شيء اسمه نورمال، كامل الايشوز يعتبروا كريتيكال اند ميجر، وما عندك شيء اسمه ماينر، يعني انت بحكم البروفيشناليتي اللي عندك في الشركه ما عندك شيء اسمه ماينر ولا اون هول، لازم تمشي كامل كريتيكال وميجر عشان تحمس التيم اللي عندك. يعني هذا يعتبر تامبلت، قادر يكون الثالث والرابع والخامس اصلا ما عندكش. الارياز مثلا غالبا راح تكون كونستراكشن موديل ديزاين موديل، ممكن تقسمها انت تخليها مثلا مش عارف، يعني غالبا راح يكون عندنا تو مودلز، وممكن تبدي الفاسيليتي مانجمنت موديل. اوكي، لانه احتمال ما نعرف انا سام هاو ممكن يطوروا بيم كله بيصير يدخل في الفاسيليتي مانجمنت، يعني مش عارف انا على حسب علمي انه مازال ما دخلش فاسيليتي مانجمنت، تقدر تزيد فاسيليتي مانجمنت موديل. تمام، وعندك المايلستونز، تقدر تزيد المايلستونز بالكامل اللي عندك، ديزاين ديفلوبمنت اتسترا 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 على حسب الستيجز اللي خاصه بالمشروع. يس فهمت، ايه فاسيليتي مانجمنت موديل، وعندك التيم ممبرز. طيب احنا عملنا المشروع، تمام، خلصنا كريتنا المشروع، خلينا نشوف ستيب باي ستيب. خلصنا معلومات المشروع، عملنا خلينا نقول التامبلت اللي خاصه به، وراح نشوف 1 باي 1. اول شيء نشوف شيء اسمه الانتجريشن. الانتجريشن اللي موجوده في البيم كولاب عندك 3 انتجريشن، عندك تقدر تربطه بالبيم 360 دوكس، تقدر تربطه بالدروبوكس، تقدر تربطه بالتريمبل كونكت. خلينا نربطه بالتريمبل كونكت، تعمل ساين ان، لما تربطه مباشرة بالتريمبل كونكت راح ياخذك الحسابك اللي هو موجود في التريمبل كونكت، يعني ممكن يكون هذا اسهل انتجريشن مع الشباب اللي حضروا معنا التريمبل كونكت كورسز. زي ما شايفين هذه الفولدر ستراكشر عندي في موجودة في التريمبل كونكت، راح تختار انت الموديل، لازم الموديل يكون اي اف سي، عفوا لازم يكون الموديل اي اف سي والا ما يقدرش يفتح لك في بيم كولاب. تمام، وعندك الايديت بروجكت، ترجع من اول وجديد زي ما شايفين ايديت بروجكت. اوكي، في السيتنجز عندك اعمل نيو بروجكت من هنا، وعندك ماي سيتنجز نفس الشيء رجعك الماي سيتنجز، عندك على سبيل المثال تحب تضيف ممبر اوف جروب، تحب تعمل على سبيل المثال تخليه بروجكت ليدر او ما شابه ذلك، عندك تيم ممبر ريبورت اوف اكتيفيتيز اساين تو مي، يعني it's immediate or never or one day، تعطيها التوقيت اللي هي team member activities، راح يوصلك انت ريبورت اسبوعي يومي على حسب، يعني راح تشوفها كامل مع بعض، وراح تشوف كيف وصلنا ايميلات وكيف نتعامل مع الريبورتس هذه. البروجكت ليدر ريبورت فور اول اكتيفيتيز انا عامله ويكلي، غالبا انا يوصلني ويكلي، عندي مشاريع ثانية توصلني ويكلي ريبورتس، وتحدد له الوقت متى يوصلك، every Friday على 9 بالليل يوصلني الريبورت.
وراح تشوف يعني حتكون عندك البوسيبيليتي انك تدخل تكون عندك النوتيفيكيشن انستنتلي نوتيفيكيشن، وحتكون مول كنترول على كامل الداتا اكسشينج الخاصه بالمشروع. طيب خلينا نشوف شغله ثانيه اللي هي شفنا هذه. طيب راح اشوف الداشبورد الخاص بالمشروع زي ما شايفين اللي هو فاضي. راح اشوف الايشوز، معنا حتى ايشو خاص بالمشروع. راح اشوف الموديل، يقول لك نو موديل انتجريشن هاز بين سيت اب، يعني هنا ما عنديش حتى موديل فاليد قصدي انتجريشن، لانه زي ما تتذكروا لما رحت لموضوع الانتجريشن المكان هذا انا ما كملت في البروسيس، بس اذا كملت في تريمبل لازم اختار الاي اف سي موديل، واذا اخترت الاي اف سي موديل اعمل كليك على الموديل راح يطلع لي اليوزر انترفيس الخاص ب تريمبل كونكت انتجريتد في بيم كولاب اند بيم كولاب يس بلاتفورم، وراح اشوفها مع بعض. يعني حنفتح اي اف سي موديل نشوفها مع بعض. ليست راح اشوف عندي في الليست، خلينا نفتح. كليك اذا there is no list shared with this project راح اشوف الليست مين طلعها. من بعد عندكم الريبورت، ما عندك ولا ريبورت، ما عندك ولا شيء عملته ريبورت، وعندك الامبورت، يو كان امبورت بي سي اف فروم اوتسايد، وراح اشوف في البي سي اف اجابه على المهندس اسامه قال شو هو البي سي اف، يعني تقدر تكريت بي سي اف من مكان ثاني او ايشيو تقدر تفتحه اكيد بطبيعه الحال. ونرجع للسيتنجز اللي شفناها اول مره. طيب هذه البيم كولاب كلاود، هذه البيم كولاب كلاود. طيب احنا غالبا احنا قلنا راح نعمل ايشيو تراكن ان ايشيو مانجمنت. ثواني بس، اوكي عملنا ايشيو مانجمنت ان ايشيو تراكن او موديل فاليديشن اند موديل تشيكينج. طيب احنا منين راح نطلع الايشيوز اللي نقدر نشوفها في راح اشوفها في البيم كولاب كلاود؟ احنا قلنا في انتجريشنز كثير متوفره سواء في التكلا في الاركيكاد في نافيس ووركس اند ريفيت اند حتى الاوتوكاد. ايش نعمل على سبيل المثال؟ انت اول شيء تعمله لازم تسيت اب البي سي اف مانجر عندك. بمجرد ما تسيت اب بي سي اف مانجر حيطلع بالشكل هذا زي ما شايفين، تمام. وش تعمل عندك على سبيل المثال؟ وش تعمل؟ تعمل خلينا نقول يس، على سبيل المثال عندك ايشو في المكان هذا، مجرد مثال فقط. لازم اول شيء you have to connect your account، عشان تعمل connection your account لازم تجي للمكان هذا السهم وتختار المكان وين موجود المشروع. هو حاط لي هنا بيم اريبيا project test بس ما يهم، يعني هشوفها مع بعض. تمام لوجين. هذا طلع لي ايشوز خاصه بمشروع بيم اريبيا، بس حبيت نعمل كلير منيو وتعاود تدخل من اول وجديد. اوكي في تقدر تعاود تعمل بيك دقيقه بس اعمل ساين ان من اول وجديد كونكت، نختار المشروع. المشاريع اللي عندي هذه اللي عندي موجوده في في البلاتفورم هذا. حاليا نحن وش عندنا؟ عندنا the snow tower، ونعمل اوكي. مجرد ما نعمل snow tower زي ما شايفين ما عندي ولا issue مكريت في snow tower. طيب وش راح نعمل انا؟ راح نعمل فرض وانا شيك في الموديل على سبيل المثال، مجرد مثال فقط. اوكي مثلا نحكي على الداك هذه، اوكي مثلا على سبيل المثال هذا ايشيو زي ما شايفين، هذا ايشيو. جيل شغله اسمها او جيل شيء اسمه بلس زي ما شايفين، اد نيو ايشيو. بمجرد ما نعمل كليك تطلع لي اد ايشيو، خلينا نقول ايمج اوكي، او بورد خاص بالايشيو. تسمي الايشيو مثلا deck issue على سبيل المثال، type of the issue. شوفوا الأشياء اللي دخلناها من شوية موجودة عندك، يعني issue اللي هو قد يكون clash fault inquiry remark، قد يكون يعني قد يكون fault
الاريا which area it's in the design model تمام. مايلستون it's proof it's in the detail design ولا schematic design، مازال في schematic design يعني. الليبل تعطيه ليبل it's architectural. البريوريتي it's critical. assigned to راح نقول لكم كيف تدخلوا تيم ممبرز. الديدلاين تعطيه الديدلاين اللي لازم يخلص الايشو في شهر 7، تعطيه انه يخلص شهر 7 بكره. عندك ريسبونسيبل بارتي، احنا عفوا نسينا ما دخلناش منه الريسبونسيبل بارتي، تقدر تدخل تيم 1 تيم 2 تيم 3 وتعمل كاستمايزيشن لباقي الكولمز على حسب احتياجاتك انت، على حسب احتياجاتك او حسب المعلومات اللي تحتاجها في الايشو. فهمتوا علي؟ طيب الديسكريبشن problem مثلا على سبيل المثال problem in problem عفوا in the deck handrail. اوكي comment dear engineer على سبيل المثال x kindly fix فهمت شو بيه اليوم kindly fix problem of of the missing handrail. مجرد مثال فقط. يجي لهذه للصورة وتعمل لها ماركينج. يجي للصورة من هذا القلم زي ما شايفين. edit snapshot. edit snapshot. البي سي اف تقريبا هي او snapshot هي التعريف البسيط جدا لل البي سي اف تعريف يعني snapshot هي التعريف البسيط جدا للبي سي اف. طيب جي على سبيل المثال وش تعمل؟ جي للثاني عشان تكون الصورة أوضح كذا. اوكي تعمل سيف، تعمل سيف المكان هذا. اوكي صارت عندنا صورة زي ما شايفين فيزيبل، وتعطيها الأوبشن إنها تكون فيزيبل ولا هيدن ولا سيلكتد تيم ممبر، راح تكون فيزيبل للكامل. ونوتيفاي هو نوتيفاي التيم ممبر أو الجروب، وتخلي نوتيفاي يعني نوتيفيكيشن راح توصلني انا، وتعمل سيف تمام. كريتنا نحن ايشيو وجي للمكان هذا تعمل سانكرونايز. بمجرد ما تعمل سانكرونايز ينزل عندك في الكلاود. خلينا نروح نشوف ايشيو ثاني، كريت ايشيو ثاني شوف اي ايشيو موجود عندنا. مثلا مجرد مثال فقط، ايش قلنا؟ قلنا نروح للبلاس هذه، تكتب entrance issue. اوكي الايشيو راح يكون على سبيل المثال remark area design model schematic design على سبيل المثال. priority تخليها مثلا minor. assigned to me. deadline راح تكون مثلا على سبيل المثال 20 في الشهر. اوكي تكتب الابروفل اور الابروفل راح يكون باي بلال. اوكي if it's approved or not. description تكتب مثلا entrance door dimensions صح. تكتب please engineer check the door dimensions، مجرد مثال فقط. والليبل راح يكون architecture بطبيعة الحال. وجي للفوتو او ايمج. اوكي اعمل سيف فيزيبل نوتيفاي مي اعمل سيف. الله هذه جي المكان هذا وتعمل سانكرونايز تمام. زي ما شايفين احنا عملنا تو issues، كريتنا تو issues. وخلينا نشوف هل يظهروا عنا في البيم كولاب كلاود او لا. نروح البيم كولاب كلاود نفتح من عندي ونعمل issue، طلعوا عندي زي ما شايفين صار عندي الحين تو issues. اوكي وراح اشوف هل وصلني في الايميل الاساينمنت ولا لا. اوكي ممكن في الايميل هذا، لا مش في الايميل هذا، هذا يكون اكيد.
الريبورت خلينا نشوف الداشبورد. اوكي زي ما شايفين الداشبورد، عفوا انا عندي مشكل في الانترنت، ممكن صوتي راحه. طيب زي ما شايفين عندنا في الداشبورد ايش يقول، يقول عندك الايشيو بير ستاتوس، اوكي اللي هو الاكتيف. وي هاف بمجرد ما تحط الماوس بوينتر يقول لك اكتيف 2 بير مايلستون، عفوا يقول لك ان السكيماتيك ديزاين، اوبن يقول لك ديزاين موديل، فولت ريمارك عندك واحد مصنف ريمارك والثاني مصنف فولت، وباي بريوريتي عندك واحد كريتيكال وعندك واحد ماينر. وزي ما شايفين هذم الايشوز، كل واحد عنده الديسكريبشن الخاص به. اكتيف تو ابروف الكريشن الاكشن اتس كرييتد ديت وتشينجد باي. اذا مشينا للايشوز راح نروح ستيب باي ستيب. زي ما شايفين تعمل كليك على الايشو هذا وتشوف تقدر تدخل على الايشو تعمل ايديت ايشو، تقدر تعدل فيه. راح نقول لكم وش تعمل لما يوصلك انت كتيم ممبر للايشو. زي ما شايفين شباب هو عندي في الايميل، انا فتحت الايميل الحين اوكي، هاو يعطيك الايشو، يرسل لك اياها الايميل، يعطيك فول ديسكريبشن اباوت ذا ايشو، البريوريتي، الاريا، الاساين تو، المايلستون، تكون عندك فكره على الموضوع. واكيد انت راح يكون عندك في الكلاود، راح توصلك النوتيفيكيشن في الايميل، راح تكون عندك اكسس في الكلاود انه will be assigned to this issue. راح اشوف ستيب باي ستيب الليست، شوف شو عندي في الليست. There is no shared list from بيم كولاب زوم. اكيد في الريبورتس there is no shared reports، راح اشوف مين طلع الريبورت. خلينا نروح نشوف في الايشوز. لا ما تقدرش، تقدر من الايميل تحط سي سي مهندس اسامه، بس من البيم كولاب اي واحد موجود في البلاتفورم يقدر يشوف الايشو، اذا مش موجود راحت عليه يعني. فهمت علي ولا؟ طيب اعطوني دقيقه بس، ثواني بس، ثواني هرجع، ثواني بس. السلام عليكم، اسف اسف جدا، كان عندي بس شغله مضطر مشيت، اسف جدا. طيب وين وصلنا؟ قلنا انه ال قلنا في الايشوز عندك حيوصلك اكيد ايميل. وكان اخر سؤال للمهندس اسامه، هل ممكن نحط سي سي؟ لا، لازم يكونوا الاساين تيم ممبرز اللي موجودين في الموجودين في المشروع، هم الوحيدين اللي يوصلهم النوتيفيكيشن ثرو ايميل. طيب زي ما شايفين هذم الايشوز اللي انا اكيد وصلوني، انا نعتبر انه هذم الايشوز وصلوني انا بلال. وش نعمل؟ نفتح الايشو الاول زي ما شايفين. وصلني هذا الايشيو، وش نعمل؟ ايديت ايشيو، نشوف اوكي نقدر نرجع الكومنت على سبيل المثال. اوكي انجينير غير المثال فقط، ويل فيكسيت على سبيل المثال as soon as possible regards. اوكي وش نعمل؟ سيف. اوكي انا كان صارت بيني وبين البروجكت ليدر كوميونيكيشن يعني. خلينا نشوف حتطلع لي كوميونيكيشن هذه في الكومنتس او لا، يعني نوسع هذه شوي. اوكي فيكس بروبلم، خلينا نشوف هذا فيكس بروبلم، حشوف الكومنت وش عندنا في الكومنت. راح تشوف شويه ويطلع لي الكومنت هنا يقول لي انه حصير بيني وبينه كوميونيكيشن، راح نشوف الكومنت يعني حصير حتى يعني تواصل انستنتلي بيننا وبين بعض. على سبيل المثال على كل حال خلينا نشوف نكمل باقي الامثله ونشوف مع بعض. لو قلنا ايديت ايشيو، بمجرد ما تخلص الايشيو وش تعمل له؟ تعمل له ريزولف اند كلوز. طيب الشغله الثانيه اللي هي مهمه جدا، لما البيم مانجر او البيم كوردينيتر عفوا يكريت الايشيو بالريفت، راح يوصلك بطبيعه الحال في البيم كلاب كلاود، وفي نفس الوقت راح يوصلك في الريفت. يعني وانت شغال على سبيل المثال وفتحت مثلا الريفت موديل ودخلت عملت ساين ان للاكونت اللي موجود في الريفت، بمجرد ما تعمل دبل كليك على البي سي اف زي ما شايفين راح يتحمل، حياخذك مباشره على مكان الايشيو، راح تكون عندك
صورة أوضح على مكان الإيشو. في أسئلة؟ يس زي ما شايفين نعمل فقط. طيب زي ما شايفين واخذني على الايشيو اللي هو الاول. يعني انا لما افتح لما يجيني assignment اني I have to fix the problem احصلوني نفتح البي سي اف مانجر اكونت راح اشوف باللي عندي assigned tasks. نعمل دبل كليك ياخذني. يعني اذا كنت assigned للباب حنعمل دبل كليك على الباب ياخذني اكيد الباب ويحتفل لك يحلك عفوا الفيو based on the ABCF manager picture. طيب مش عارف الكومنت ليش مش طالعين عندي. اوكي خلينا نعمل synchronize ونشوف هل طلع. اوكي ممتاز هاوليك او اطلع اعمل synchronize طلع لي هنا اوكي engineer will fix as per as soon as possible regards. زي ما شايفين راح تصير بينكم وبين بعض communication. انا بمجرد ما نرجع الكومنت او يوصل لي كومنت راح توصلني نوتيفيكيشن على الايميل ونشوف هل نعمل اكتيفيشن من بعد انه اي شيء يصير كوميونيكيشن بينه وبين بعض يصير. او حتى وانت شغال يعني في الريفت يعني انصحكم نصيحه انه دائما اعملوا سانكرونايز لانه مرات راح توصلك رسائل من البيم كوردينيتر وين لازم تشوفها. يعني حتصير محادثه بينك وبينه زي ما شايفين البلاتفورم هذا حيسهل عمليه الكوميونيكيشن اند تصير محادثه بينك وبينكم بينك وبين البروجكت ليدر دخل ايشيو اتسلف. طيب خلينا نوسع بس دائره ال اوكي وعندنا ايه عندنا هذا من الايشيوز عفوا هنا راح نشوف ال سيتنجز زي ما شايفين. طيب لكم هو كل شيء راجع الى تيم ممبرز اللي عندك. يعني احنا اذا حابين نضيف تيم ممبر الامر بسيط جدا تقدر تسمي له تسميه مثلا ماستر مثلا عمر واحد عمر ناطور. اوكي الناطور صح مهندس عمر لو تبعث لي ايميل او لحن اكتب ايميل ادرس الى على سبيل المثال ايميل ادرس ثاني email.com select the company اكتب not set والرول حيكون يوزر بطبيعة الحال. license هل تعطيه زوم او مش حتعطيه زوم؟ حنعطيه زوم لاني بعد رح نستعمله في استعمله بعد في الكوردينيشن بين او بين بعض. نعمل create مجرد ما تعمل create رح يطلع لي مهندس عمر الناطور اللي هو الكومباني. اكيد هو راح يكون عنده حساب في البيم كولاب اكيد لانه اذا دخلت انا حساب على البيم كولاب راح نكتب الشركه اللي انا شغال فيها راح ندخل اسم الشركه هنا اساينبل كان امبورت اكيد زوم اديتر حشوف معناها زوم اديتر من بعد لما اشوف البيم كولاب زوم هذا لانه حيكون اغلب الحديث على البيم كولاب زوم من بعد اللي حنشوف فيه كيس ستاديز والايشوز ما عنده ولا ايشو اساين تو هيم. ونضيف يعني كل مره نحب نضيف على سبيل المثال ضيف على سبيل المثال team member we have to create from here يعني وندخل الكومباني اللي هي عنده في حسابه. تمام طيب خلينا نكمل هذم الايشوز. اوكي الايشوز هذو زي ما شايفين حيكون عندك داشبورد زي ما حكينا جميل جدا وعندك الايشوز تقدر تطلع من الايشوز شيء ما يسمى ب الريبورت. تقدر تكريت نيو ايشيو بطبيعة الحال من البيم كولاب كلاود من دون ما تروح للموديل على سبيل المثال تكريت ايشيو عنده عام على سبيل المثال بليز تشيك ذا سبيسيفيكيشن او ذا هول دور سبيسيفيكيشن على سبيل المثال مش ضروري تروح للموديل راح يطلع. طيب وقت حل المشكلة كيف يبين عندك والا هو بيساوي رفع هو يرفع على الكلاود مباشرة اوتوماتيكلي. تمام يعني البروسيس كالاتي انت لما تعمل كريت الايشو في الريفت تمام لما تكريت الايشو في الريفت وش يعمل هو هيحمل مباشره الايشو هذا راح يحمله على الكلاود. انت لما تكريت الايشو غالبا من اهم الاشياء اللي تعملها انك يو هاف تو اساين البيرسون اللي هو مسؤول على الايشو هذا لانه وانت شغال على سبيل المثال على الاي اف سي موديل
شفت مشكل you have to assign a person تبعت له جهة شغالين في إقامة data environment في work sharing environment. لما يفتح هو الموديل يعمل ريفرش وراح يشوف الموديل موجود عنده سواء في الموديل أو في الكلاود. يعني عندك تو اوبشنز، هو حينزل اوتوماتيكلي في الكلاود تمام. اكيد لازم يكون الحساب هذا هو نفسه اللي هو موجود في البيم كلاود تمام. واضح باشمهندس؟ طيب قلنا تقدر تعمل يو كان كرييت ايشو ايفن يعني جنرال ايشو يعني تسميه مثلا ريكوست على سبيل المثال، مش ضروري يكون كلاش ولا قد يكون فاينل وورنينج يا شباب انكم قولهم طولتوا علي وكذا تمام. عندك الايشيو، عندك الداشبورد، عندك الايشيو تمام، نيو ايشيو، عندك الريبورت. طيب خلينا نشوف مع بعض تقدر تعملها تايل، تقدر تعملها على شكل جرافس الايشيوز هذا اللي عملتهم. بس هي عندك شغله كبيره يعني زي ما شايفين فيري سيمبل يعني اوكي تقدر تعملها بالشكل هذا اوكي مجرد ليست فقط. في شغلة جميلة جدا انك تعمل ريبورت، you can name the report مثلا the snow tower على سبيل المثال the snow tower weekly report على سبيل المثال تسميه May 01 يعني الأسبوع الأول PDF you create a report. جميل جدا صار عندك الريبورت. الريبورتس لو تتذكروا عملنا كليك على ريبورت من شويه كانت فاضيه لانه ما كان عندي ولا ريبورت. وش تعمل؟ تروح تحمل الريبورت جو ان فولدر تفتح الريبورت يصير عندك الريبورت بالشكل هذا اوكي. تروح تشيره انت مع الاول تيم ممبرز ولا تعمل له شير وين في الكومن داتا انفايرمنت بالفولدر فولدر بيرميشن على سبيل المثال. انت اذا بيم كوردينيتور راح يكون عندك شارد فولدر في الكومن داتا انفايرمنت تحط فيه هذا الريبورتس الاسبوعيه، واللي يكون عندك يكون البيم مانجر عنده اكسس او الانفورميشن مانجر عفوا يكون عنده اكسس او السي او يكون عنده اكسس على حسب انت الفولدر ستراكشر والفولدر بيرميشنز اللي عاملها في الكومن داتا انفايرمنت. واضح؟ طيب طيب وش راح نعمل؟ شغله ثانيه خلينا نشوف الايشوز. نعمل كليك لهذا فعلنا شيء ثاني في السيتنجز وشفنا تقريبا شفنا كل شيء يعني زي ما حكينا مع بعض كيف نطلع الايشيو من المكان هذا لانه غالبا غالبا الايشيوز حتطلع من البي سي اف مانجر تمام. حيكون انتجريتد مع الريفيت. كل ما تعمل ايشيو يحط سانكرونايز لازم اكيد تعمل ساين ان على حسابك وراح تكون بينكم وبين بعض خلينا نقول سورت اوف تشاتينج بورد. بمجرد ما تخلص خلينا نقول يوصلك الايشيو زي ما حكينا تعمل كليك عليه تعمل ايديت ايشيو. بمجرد ما يخلص تعمل له ريزولف اند كلوز يعتبر هذا الايشيو كلوزد. واذا مشيت للداشبورد راح تشوف باللي one closed and one active يعني الداشبورد issues. حتشوف باللي by color coding راح يكون عندك كامل الريبورتات مصنفة او الايشوز مصنفة على حسب البرايوريتي على حسب المايلستونز ستاتوس etc. هذه مقدمة بسيطة على البيم كولاب اوكي. حنعمل مقدمة بسيطة المرة الجاية على البيم كولاب زوم على السريع. هذه كانت على السريع جدا. ان شاء الله الكورسات الجايه راح نفتح فعلا مشروع فعلي ونطلع الايشوز ونمشي ستيب باي ستيب يعني حنفصلها بالكامل. حبيت اعطيكم فكره بس على البلاتفورم هذه وراح نتكلم على الانتجريشن، حنطلع الريبورتس كيف تشيرها في الكومن داتا انفايرمنت، كيف تعمل امبورت للبي سي اف وتفتحها وكذا. بس تعقيبا على سؤال المهندس اسامه سالني من الاول شو هو البي سي اف؟ هذا هو البي سي اف تمام. هذا هو البي سي اف لايك سكرين شوت فيها معلومات فيها ايشيو اند يو اساين التيم ممبر اللي هو يخلص المشكل هذا وقت سانكرونايز الملف المعدل المفروض يفتح عند بقيه المستخدمين الموجودين بنفس البلاتفورم من المشروع. اعطيكم شغله معينه اذا كان عملت كرييت تمام هذا طيب ممتاز اسامه. في سؤال جميل بصراحه وقت
يساوي synchronize الملف المعدل المفروض يفتح عند بعض. طيب هذا يعتبر من سؤال جميل جدا هذا بصراحة. شوفوا مشكلة السوليبري، مشكلة البيم كولاب، بيمبل، أي بلاتفورم ثاني، إنه لما يوصلك الإيشيو وتعدل على الموديل على سبيل المثال، عنا إيشيو إنه كامل الدورز، وهذا المثال جميل جدا اللي حاب نعطي به دائما أمثلة خصوصا في البيم كولاب زوم، كامل الأبواب بالمفروض فاير ريتنج تكون ساعتين، أنت سويتها تيم عندك سواهم ساعة فقط. المشكلة انه لما تعدل الريفيت موديل مش راح يتعدل في البيم كولاب زوم، لانه البيم كولاب زوم اي اف سي، يعني لما تعدل كل مرة، ما كل ما تعدل مرة صلح المشكل لازم تعمله اكسبورت اي اف سي من اول جديد، وهو يعاود يحمل من اول جديد. اهم شيء انك تعمل كلوز ريزولف اند كلوز للايشيو اللي كنت انت اسايند بيها. هذا سؤالك باشمهندس صح؟ بس باش يتعدل لك الموديل، يعني مثلا على سبيل المثال اذا رحت انا الريفت وعملت دبل كليك على سبيل المثال وعدلت الهاندريل، مش راح يتعدل عندك اكيد بطبيعه الحال في ال، مش راح يتعدل اوتوماتيكلي في الاي اف سي، اكيد مش راح يتعدل اوتوماتيكلي في البيم كولاب ولا في التريمبل ولا اي بلاتفورم، لازم تعاود تعدل هذا اوكي، وتعاود تصدره اي اف سي، وبعد ما تصدره اي اف سي راح تكون بينكم من بعض كوميونيكيشن ثرو ذا سي دي اوكي، ثرو هذه البلاتفورم اللي هي الشاتنج بورد الصغير، انك خلصت الايشو ريزولفد كلوزد. وهو لما يفتح الاي اف سي الجديد يعاود يشيك، اذا شيك خلاص يعمل له فاليديشن. فهمت عليه ولا لا؟ هذا هو سؤالك باشمهندس على ما اظن. نعم ويعمل لك الكلاش ديتكشن، يعمل لك شوف احنا اختصر لك اياه في 3 4 كلمات. بيم كولاب هو coordination and collaboration platform and issue management and issue tracking model checking and model validation. تمام، يعني التواصل بين المهندسين هذه حتكون ضمنيا، يعني التواصل بين المهندسين موجود حتى في الريفت، يعني في الورك شيرنج اوبشن صح ولا لا؟ ضروري يكون في تواصل المهندسين، واكيد المشاكل الايشوز راح يطلع لك كامل الايشوز عشان يكون الموديل تاعك نقي ونظيف زي ما شفنا في السلايدز. راح يكون عندك مايل ستونز زي ما شفنا من شوي في السلايدز، كان عندنا مايل ستونز، لما توصل للدليفري فيز اور ستيج راح يكون عندك الموديل نظيف ونقي، راح يكون الايشوز اللي فيها قليله جدا لما توصل كونستراكشن، لما توصل الكونستراكشن راح يكون عندك كلين اند بروبر موديل. شوفوا راح اشوف كامل بالتفصيل يعني مستقبلا ان شاء الله، يعني كل اسبوع راح تكون عندنا حصه على البيم كولاب، راح اشوف اشياء جميله جدا راح تعجبكم ان شاء الله، وخصوصا في البيم كولاب زوم، وكيف البيم كولاب زوم هذه البلاتفورم الفيري باورفل، كيف حتعمل كولابوريشن او الكوردينيشن، او كيف تشير الايشوز في الكلاود مع كامل التيم، وكامل حتوصلهم نوتيفيكيشن. اتمنى تكونوا استفدتوا من الحصة هذه، هو غالبا الحصة الاولى تكون على السريع، اعطيتكم بس هنت على البلاتفورم الجميل هذا. اذا عندكم اي سؤال حاضر تفضلوا، وان شاء الله نكون يعني وصلت المعلومة بطريقة بسيطة. اذا عندكم اي سؤال تفضلوا، حاضر. جزاك الله خير باشمهندس. جزاك مهندس. ممكن اللي عنده سؤال يفتح المايك. السلام عليكم مهندس بلال. وعليكم السلام. حياك الله واشكرك على المحاضرة الجميلة. الله يحفظك يا رب، حياك. آمين يا رب. أنا عندي بس كده استفسار بسيط. هل كده بيم كولاب أو تريمبل كونكت كده إحنا ممكن نقدر نقول ان احنا يعني نقدر نستغنى بشكل ممكن مش بشكل تام بس ممكن بشكل كبير عن برنامج النيفز ووركس؟ والله باشمهندس نصارحك، انا شخصيا احكي لك عن نفسي شخصيا، انا مش من الناس اللي متعلق كثير ب اوتوداسك برودكتس، يعني انا كثير توجهي للاوبن بيم، انا نحب ننوع كثير في البلاتفورمز، يعني
تقدر تتخلى عن نافيس ووركس؟ مش عارف انا يعني. نافيس ووركس بصراحة رائع، هو رائع جدا، بس مبدئيا نعم، لانه الكلاش ديتكشن تقدر تعمله بالبيم تريمبل كونكت، تقدر تعمله بالبيم كولاب ان بيم كولاب زوم. بس شوف بقول لك شغله باشمهندس، نقول لك عندي شغله نقطة مهمه، كراش ديتكشن بس. عفوا عندي نقطة كراش ديتكشن بس، لو أنا مثلا عايز أطلع مثلا 4 دي أو 5 دي سيميوليشن، ده أنا بطلعه على نيفيس ورك، هل ممكن إن أنا أطلعه على تشامبر كونكت أو بيم كولاب؟ لا 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 لا، اكيد نافيس ووركس فيه اشياء كثيره جميله، بس نحكي لك يعني كايشيو مانجمنت، ايشيو تراكينج، ايشيو مانجمنت، البيم كولاب اتس مور ادفانسد، فيها اشياء مش موجوده في نافيس ووركس. تمام، شوف خليني اصنف لك الاشياء كالاتي. تريمبل كونكت مينلي هو كومن داتا انفايرمنت، وتحت منه يتصنف اوبشن، فيه اوبشن كلاش ديتكشن فيري بيسك، يعني لو جربت الكلاش ديتكشن بتاع التريمبل اتس فيري بيسك، مش زي النافيس ووركس، صح ولا لا؟ حتى تريبل كونكت يعمل فور دي سيميوليشن، بس فيري فيري بيسك. مش عارف اذا لاحظت هذه انك انت من التكلا يوزرز باشمهندس، صح ولا لا؟ مظبوط. تريبل كونكت يعمل لك فور دي سيميوليشن، بس فيري 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 بيسك، يعني مش يعني متطوره زي السينكرو او النافيس ووركس. البيم كولاب مايلي هو الايشيو مانجمنت، يعني زي ما كنا احنا يتعامل موضوع البي سي اف، هو ايشيو تراكينج اند موديل فاليديشن. هو في الحاله هذه اتس مور ادفانسد على النافيس ووركس، يعني طريقه استخراجه للاخطاء اللي موجوده في الموديل، شغله اسمها سمارت فيوز اللي موجوده في البيم كولاب زوم، راح اشوفها من بعد، هذه متطوره جدا مش موجوده في النافيس ووركس. يعني انت كبيم سبيشاليست، كبيم سبيشاليست عفوا، ونحن كبيم سبيشاليست لازم اختيارنا للبلاتفورمز وللسوفت وير يكون بذكاء، يعني تشوف وين فيهم واحد مور ادفانس نختاره، وين عندي اللاك او نقص في بلاتفورم ثاني. على سبيل المثال تعمل مجموعه عندك، وين تصير عندك السايكل في البيم ورك فلو خلال اي مشروع يكون عندك متكامل، باش تحقق به البيم يوز او البيم جولز بالكامل. فهمت علي ولا لا؟ يعني ما تركزش فقط على برنامج واحد او شركه واحده بس، فهمت شنو اقصد؟ كل ما نوعت، كل ما نوعت كان عندك البوسيبيليتي انك تستكشف اشياء كثيره. وبطبيعه الحال انت عارف، على سبيل المثال الاركي كاد اقوى من ريفت من ناحيه المعماري، صح ولا لا؟ توافقوني كل في الشيء هذا، صح ولا لا؟ الاي اف سي مابينج، الاي اف سي كلاسيفيكيشن في الاركي كاد احسن بكثير من ريفت، صح ولا لا؟ مع انه الريفت الاي اف سي مابينج جميل، يعني ما قلنا حد شيء عليه. النافيس وورس قوي في موضوع الكلاش ديتكشن، بس في الايشيو مانجمنت تراكن بيم كولاب احسن منه، يعني انت لازم توفق، يعني فهمت علي ولا لا؟ تمام. طيب يعني طب حته ال 4 دي سيميوليشن على تريمبل كونكت، حضرتك تدربت ليه في المحاضرات بتاعتك؟ كل حضرتك ممكن تعمل لها قريب مثلا محاضره ان امكن؟ انا عملتها في المحاضرات الاولى في بيم اريبيا، اتكلمت عليها السريع، هي موجوده في بلاتفورم اسمه، خليني افتح لك يا اشير لك يا، لان انا في الفتره الحاليه انا لسه بس بتعلم تريمبل كونكت عشان نعم هو مطلوب مننا حاليا في الشغل، نعم فانا بس في شا... في انا بس في النقطه دي. نعم راح اشوف، راح انزل فيديو على الموضوع ان شاء الله. مش عارف، حبعث لكم على الفكرة شباب رابط القناة إذا حبيتوا، لأني أنزل فيديوهات قصيرة راح تفيدكم يعني في موضوع ال، في شيء لازم يكون عندك أول شيء بزنس بريميوم لموضوع التريمبل كونكت. البزنس بريميوم فيه اكستنشن اسمها ستاتوس شيرينج، ستاتوس عفوا شيرينج، ستاتوس شيرينج، هذه اللي تقدر تعمل به 4 دي سيميوليشن. هو ليش مينلي ستاتوس شيرنج معمول؟ هو مشان تعمل ثواني بس، مشان تعمل ما يسمى سايت ريبورتس باي كالر كودينج، وفي نفس الوقت تعمل تايم سيميوليشن للمشروع، خصوصا لموضوع الستيل ستراكشر. تمام، زي ما شايفين، ثواني بس هفتح لك الستاتوس شيرنج ونشوفه مع بعض عشان الناس كلها تستفيد. يعني بس نعمل ساين ان، بس هو كده تريمبل كونكت يا باشمهندس، هو كده
الماكسيمم بالنسبه له 4D، يعني ما حتى ال 5D ما يقدرش يوصل له، لا لا حتى لا ال لا 4D بيزك ال 5D ما فيش. لا 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 تريمبل كونكت هو مينلي، هو مينلي شو اسمه كما داتا انفايرمنت، تمام؟ مانجمنت. مش يعني 4D و5D سيميليشن، لانه في بلاتفورمز اقوى منه بصراحة. يعني هل في كلاود ورك شيرنج بلاتفورمز بتعمل 4D و 5D سيميوليشن؟ لحد علمي ما مرتش عليها لحد الساعة. قصدك يعني ورك شيرنج بلاتفورم يعني؟ لا مش ورك شيرنج، 4D و 5D سيميوليشن على كلاود ورك شيرنج. لا هلا حاليا بس الكلاود شيرنج اللي نستعمل تريمبل كونكت، بس ما مرتش عليه بصراحة، ما كذبش عليه، ما مرتش عليه للأمانة يعني. ثواني بس. طيب هذا ستاتوس شيرنج على سبيل المثال هو بسيط جدا. خلينا نشير بس ال، خلينا نفتح أول شيء المشروع ونفتح وين الفاميلي، مشروع اسمه الفاميلي. طيب حشير أنا معاكم السكرين زي ما شايفين السكرين. تمام. لا خليني نعمل انتاير سكرين احسن. طيب هذا اسمه ستاتوس شيرنج، تمام؟ الستاتوس شيرنج زي ما شايف عندك ستيجز خاصة بالمشروع، عندك ستارتد بوزد كومبليتد، وعندك مالتيبل اكشنز، عندك اريكتد، عندك كذا شغلة يعني. شوف زي ما شايفين عندك enable commit started paused completed، تقدر تدخل erected etc action name، تعمل حتى erected، وتصير تربط كل stage، تصير تربط كل stage color code معين، تمام؟ تربط كل stage بcolor code معين. على سبيل المثال أنا شايف started، شوف اللي هي ال started أنهي واحدة started، اللي هي أنهي واحدة completed. زي ما شايف أنا completed، راح تشوف إنه راح يترسم عندك، راح يكون عندك سيميوليشن 4D سيميوليشن للبايلز، وانتقل من الستارتد للبوز للكومبليتد. فهمت علي ولا لا؟ بس مش بالتطور اللي موجود في نافيس وورز، نافيس ووركس عفوا، او سينكرو. بصراحه هذا الموضوع يطول، راح نعمل لكم عليه كورس ان شاء الله، تمام؟ بالتفصيل، وما ياخذش وقت يعني تقريبا ماكسيموم 20 دقيقه حتفهم شو الموضوع. بس هذا ميلي راح يكون لما تكون انت ك construction manager وتابع المشروع في السايت، راح تكون تحب تكون عندك تعمل tracking لل work progress at the site by using the color coding وبال option اللي هو status sharing. فهمت علي؟ بس هذه تمام. هتشرح النقطة دي بالتفصيل في المحاضرة. نعم اكيد اكيد، ما دام طلبتها نشرحها باشمهندس لعيونك. يعني اتمنى بس يعني بعد اذنك. ان شاء الله ان شاء الله. اكيد اكيد ان شاء الله. امين يا رب. جزاك الله خيرا يا باشمهندس. الله يجزاك خير. انا والله مش عارف حتى كيف اشير لينك قناه اليوتيوب اللي عندي، يعني بصراحه مانيش عشان يعني منزل فيها فيديوهات على البيم تريمبل كونكت، منزل فيها على بيم كولاب، في بلاتفورم ثاني جميل اسمه بريكس، يعني راح يساعدكم كثير انكم تعملوا ما يسمى بروجكت مانجمنت يوزنج ذا بيم اند الاجايل ان 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 ذا بيم ورك فلو، خصوصا في الديزاين ستيج. ثواني بس شباب، اني ما عرفتش بصراحه منين نطلع لينك القناه، انا لا علاقه بصراحه يعني، ماني مره ننزل مره مرتين في الاسبوع فيديوهات قصيره لدقيقتين فقط، مش عارف كيف اعمل شير لينك والله للامانه. يوتيوب، خلاص لقيتها، يوتيوب ستوديو، حشير معكم الرابط وانتم ان شاء الله شوفوا. القناة هذه إن شاء الله راح تنزل فيها يعني شرح مفصل عن تريمبل كونكت على البيم كولاب وبيم كولاب زوم، راح ننزل فيها للمهتمين بموضوع الفي ار والاي ار والفيرتشوال رياليتي، راح ننزل شيء بالتفصيل. راح نضيف لكم شيء ثاني، انه راح ننزل فيديوهات عندها علاقه بالليزر سكانينج للمهتمين بموضوع الليزر سكانينج، موضوع المباني الاثريه وكذا. راح نستعمل فيري باورفول ديفايس اللي هو التريمبل اكس 7،
من ال قولوا معي من الديفايسز او ليزر سكانرز اللي فيري باورفول بصراحه. لي بصراحه يعني اشوفوا فيديوهات رائعه. بس ثواني بس اعطيكم الرابط. ثواني بس. اللي عنده سؤال يتفضل شباب. اللي عنده سؤال يتفضل. هذه رابط القناة. مهندس عمر نظن خلاص يعني ما فيش أسئلة. جزاك الله خير باشمهندس، خلاص تمام ما في مشكلة. نأكد على موعدنا يوم السبت إن شاء الله القادم تكملة. السبت القادم. طيب إن شاء الله على خير إن شاء الله. مهندس أحمد منصور، بس السؤال، هل من فضلك توضح أكثر الجزء الخاص ب الكواليتي كنترول، الكواليتي اشورنس؟ راح احكي عليها بالتفصيل باشمهندس، هذه بس مقدمة يعني، محاضرة يعني كانتروداكشن فقط، راح نحكي عليها بالتفصيل إن شاء الله. حاول إذا عندك الوقت مهندس أحمد إنك تحضر في ال في الكورسات الجاية إن شاء الله. تمام مهندس أحمد. ما نسوى ان شاء الله. هيش خليها يوم ال خليها يوم السبت ان شاء الله. إن شاء الله. جزاك الله خير باشمهندس. وجزاك اخي العزيز.